حياكم الله مشاهدينا الكرام. منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 شباط الماضي، هرعت مئات النسوة من المتطوعات والعاملات في مختلف المجالات، وكنا في الخطوط الأمامية ليلا ونهارا لتضميد جراح الضحايا. ضيوفي لهذه الحلقة السيدة أسماء المحمود، ناشطة مجتمعية من عزاز، وأيضا فاطمة العبيد، متطوعة في منظمة الدفاع المدني من سرمدة. أسألهم عن دور المتطوعات في البحث والإنقاذ، خاصة في الساعات الأولى بعد الزلزال المدمر، وأيضا عن أهم احتياجات النساء بعد الكارثة. قبل البدء بهذه الحلقة نتابع هذه الصور لإيمان وشيخة وصابرين محفظي الألقاب، وهن نساء شاركنا في عمليات الإنقاذ والإغاثة أثناء الكارثة. نتابع. نحن هون فئة من الكوادر الطبية مؤلفين من أطباء وطبيبات وقابلات وممرضين وممرضات، اجتمعنا هون في ظل الوضع الراهن بالزلزال لنستقطب الحالات المتضررة. مثل ما بنعرف أنتو نحن هون بجنديرس لم يعد عنا أي نقاط طبية أو مشافة، بنفس الوقت ما في عنا أي خدمات نقدمها للناس، فعم نستقبل ونستقطب حالات النساء والأطفال والداخلي والإسعاف على مدار 24 ساعة، وطبعا خدماتنا هون كلياتها مجانية، نحن لا نتبع لأي جهة داعمة. نستقبل يوميا لا يقل عن 60 امرأة و 50-60 طفل ما عدا الحالات الإسعافية، وطبعا منزيدكم علما صار عنا أكثر من حالة ولادة طبيعي تجينا، يعني المرأة في حالة إسعافية نضطر لتوليدها برغم الإمكانات البسيطة الموجودة بين إيدينا. حاليا متواجدين في نقطة بين جنديرس وعفرين، نقطة طبية شاملة تشمل ونستقبل حالات ونستقبل كافة حالات الإسعاف والداخلية والنسائية والأطفال على مدار 24 ساعة بوجود كادر متميز جدا من الأطباء والأخصائيين لأهلنا المنكوبين أو المتضررين من الزلزال. الكارثة كانت كبيرة جدا بعد حدوث الزلزال، خاصة أنه الكارثة كانت بكل المناطق وبسبب وجود عدد كبير من الضحايا والجرحى تحت الركام، فكان واجبنا نحن الكادر النسائي بالوقوف صفا بصف مع رجال الدفاع المدني والمساعدة بعملية البحث والإنقاذ. فقمنا بالعمل على البحث والإنقاذ بالأماكن اللي موجود نساء وأطفال خاصة، وحاليا بعد الانتقال من عملية البحث والإنقاذ إلى عملية البحث والانتشال انقسم كادرنا النسائي إلى قسمين. القسم الأول كان دوره القيام بجولات على مراكز الإيواء وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية، والقسم الآخر كان دوره المساعدة بعملية البحث والانتشال خاصة بالأماكن المتواجد فيها نساء. أرحب بضيفتي الآنسة أسماء المحمود، الناشطة المجتمعية من عزاز، وأيضا الآنسة فاطمة العبيد، متطوعة في منظمة الدفاع المدني من سرمدة. وأبدأ من عندك آنسة فاطمة، لو تحدثينا عن الساعات الأولى بعد الكارثة، كيف تلقيت الخبر وكيف انطلقتن للمساعدة في إنقاذ الضحايا؟ حياتي. أولا الرحمة لجميع الشهداء والضحايا الذين قضوا تحت كارثة الزلزال والشفاء لكل المصابين. بداية حدوث الزلزال باللحظات الأولى طبعا كلياتنا بنعرف أنه حدث الزلزال في ساعات الصباح الباكرة جدا، بحدود الساعة 4 و3 صباحا، العوائل بأكملها في المنازل للأطفال النساء حتى الرجال، وهذا كله ساهم في تفاقم الكارثة بشكل كبير. بداية حدوث الزلزال كنت أنا في المنزل مع عائلتي، صراحة لم أتوقع هذا الحجم الكبير من الدمار، لم أتوقع أن تكون الكارثة بهذا الشكل كبيرة جدا. طلعنا من إحنا من بيتنا الطرقات، نعم. الشوارع، أصوات النساء، أصوات الأطفال، الصراخ اللي كان موجود، حالات الخوف، حالات الهلع كان شديد جدا. لما كانت الدنيا عتمة ما كان من المتوقع أنه موجود كل هذا الدمار بعدة مناطق من شمال غربي سوريا، لكن لما طلعت الشمس وشفنا
الأخبار على مواقع السوشيال ميديا، حجم الضرر كان كتير كبير بعدة مناطق من شمال غرب سوريا مثل جنديرس، حارمة، بسنية، في مناطق متفرقة. فرق الدفاع المدني رفعت الجاهزين منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، استجابت بكل المناطق سواء كان متطوعون ومتطوعات وحتى الآليات. بداية وصولي للمنطقة، منطقة حارم، هي أول يوم كانت استجابة لي بمنطقة حارم، يعني مشهد ما بنساه، أصوات النساء، أصوات الأطفال، أحياء بكامل على الأرض، في أصوات ناجين، أنين الأطفال، أنين النساء الموجودة تحت الأنقاض، عوائل بأكملها عم بتناجي الدفاع المدني حتى يطالعون. نحن بذلنا كل جهدنا سواء كان متطوعين ومتطوعات حتى بالآليات اللي هي موجودة عندنا حتى ننقذ أكبر عدد من الأشخاص والمدنيين عالقين تحت الأنقاض. وجهنا نداءات استغاثة عديدة للدول والمنظمات الدولية حتى تساهم، حتى تساعد بإنقاذ روح عالقة تحت الأنقاض. يعني حقيقة المشاهد كانت كتير مأساوية، مأساوية جدا، ما كنا متخيلين إنه هذا الدمار الكبير اللي حصل. نعم آنسة أسماء، لو تحدثين أنت عن مشاهداتك الأولى للزلزال. ألف عافية، شكرا للاستضافة. حياك الله الله. يرحم الشهداء اللي قضوا تحت الزلزال، ونتمنى السلامة والشفاء للجرحى الموجودين. بتشكر بشكل أكثر إنه تخصيص في زاوية لدور النساء كمساعدات أو كعاملات في هذه الاستجابة. هلا كان دورنا بالبداية بعد ما طلعنا من وهلة الصدمة، وصار في فكرة إنه هذا الزلزال ضرب بمناطق متعددة بشمال غرب سوريا وجنوب تركيا، فكان دورنا بالبداية هو وصولنا للمتطوعين والمتطوعات العاملين بجانب المناصرة لحتى يكون لهم دور بالاستجابة. مثل ما شفنا الاستجابة بالبداية هي كانت استجابة مجتمعية أهلية قبل ما تتحول لجانب تنظيمي من قبل المنظمات المحلية والدولية. ففكرنا إنه رسم خارطة لهدول المتطوعين، هاي الفرق التطوعية، بدهم يتحركوا شلون بدهم يشتغلوا بهي الاستجابة. مثلا بلشت أول شيء استجابة أهلية، مساعدات فردية، شلون الآلية بده يتم توزيعها، توجيههم. جزء منه كان في، يعني جزء منه كان من النساء إلى النساء، يعني كنا عم نساعد بعض بالدعم النفسي لحتى نقدر نشتغل ويكون لنا دور بمساعدة نساء أخرين بحاجة لإلنا. نعم سيدة أو آنسة فاطمة، يعني بالطبع مررت بلحظات صعبة، لو تحدثين عن أصعب اللحظات التي عشتها وأنتن تنقذن الضحايا. نحن حقيقة مرينا بكثير مواقف صعبة، يعني اليوم هذا نحن ما بننسى المواقف اللي عشناها خلال كارثة الزلزال. كثير مشاهد مؤلمة شفناها، شفنا أطفال على قيد الحياة تحت الأنقاض، شفنا الأمهات، شفنا النساء، في عدة مشاهد أنا ما بتروح من بالي أبدا. أنين الأطفال لساته بمسمعنا، أنا والمتطوعات كمان ذكرت لي إحدى المتطوعات تجربتها. كان في مشهد امرأة حامل، هي متزوجة من 9 سنوات ولم ما ارتزقت بطفل أبدا، كانت حامل بكارثة الزلزال، عم تهرب لبرا البناية، كان هدفها لتطلع نعم. تكمل حياتها، بس للأسف البناء بكامل نزل عليها. شاهدنا الأب اللي ساجد ليحمي أطفاله أخذ وضعية السجود وطلع الطفل عايش الحمد لله. شاهدنا كمان في أختين متوفيات الله يرحمهم يا رب، هدول الطفلتين طلعوا ماسكين بإيدين بعض كأنه كانوا عم يقولوا إنه يا بنموت مع بعض يا بنعيش مع بعض. يعني كثير مشاهد مؤلمة. حتى بالاستجابة الثانية اللي هي كارثة الزلزال، كمتطوعات بالدفاع المدني قدمنا استجابة لمراكز الإيواء اللي تشكلت كحل إسعافي وبسرعة حتى العالم تعيش فيها. كان في عاصفة مطرية كثير كبيرة، خلال مراكز الإيواء شاهدنا العديد من القصص، في عائلات بأكملها للأسف انقضت تحت الزلزال، في عائلة بأكملها الطفل عبودي بيجي بيحضن المتطوعات بيقولوا انه انتم اللي انقذتوني من كارثه الزلزال، انتم اللي طالعتوني من تحت الانقاض. او الاب والام لما يقول انه انا ما ضل لي حدا بهاي العيله، يعني عيلتي كلياتها فقدتها، بناتي فقدتهم، ضل عندي بس هذا الطفل، ديروا بالكم عليه. يعني هاي المشاهد كثير بتحز فينا. كثير مواقف صعبه، لحظات ننهار فيها،
يعني أنا حقيقة نعم ما كنت ممكن إنه أتحمل هاي المشاهد كلياتها، بس بنفس الوقت لازم يكون عندنا قوة وإصرار حتى نعم نكمل مع يعني هاي المشوار. وتحديدا عند هذه النقطة أنسة فاطمة، يعني كيف تجاوزت هذه المواقف الصعبة؟ بأمل الأشخاص اللي كنا عم نطالعهم أحياء من تحت الأنقاض، بأمل الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض اللي هن معلقين آمالهم وكل ثقتهم بالدفاع المدني السوري. نحن أنا بلحظات فيها كنت بنهار بشكل كامل من هول المشاهد، بس نحن بنفس الوقت لازم نكمل، لازم يكون عندنا قوة، لأنه لسه في أشخاص عم بيستنوا الدفاع المدني لحتى ينقذهم. بأي لحظة بتمر علينا ممكن نحن فينا ننقذ روح، يعني ثقة المدنيين اللي فيها ما لازم نخيب، يعني كثير آمال علقت بالدفاع المدني السوري حتى طالعوا من تحت الأنقاض. بهذاك الوقت للأسف يوسفني أنه بحكي هذا الحكي، بس ما كان في استجابة دولية، ما كان، كانت كلياتها جهود محلية، جهود المنظمات المحلية. المدنيين الموجودين بنفس المنطقة صاروا يساعدوا، صاروا يساهموا مع الدفاع المدني، صاروا يساعدوا المنظمات اللي عم تشتغل، لأنه للأسف ما كان في استجابة من أي حدا. يعني بنفس الوقت أنت بدك تكون قوي جدا حتى تتجاوز هي الكارثة الكبيرة وحتى تساعد وتقدم. نعم آنسة أسماء، أود سماع أيضا المشاهدات والمواقف الصعبة التي مرت عليك وأنت يعني تشاركين في عمليات الإنقاذ. مواقف كثيرة، مواقف مأساوية للأسف. أحد المشاهد اللي ما بتروح من بالي هي إن أول شيء عائلة أب فقد كل أفراد عائلته، باقي هو، فنحن لازم نقدم له يعني أضعف الإيمان، المساعدة يلي تعينه يكفي حياته بالشكل الأول. فكان موقفه يعني ما هو سلبي أبدا، بس كان موقفه جدا يعني جدا بموقف ضعف، إنه ما بده ياخذ أي مساعدة نتيجة إنه تعرض لهذا الشيء، نتيجة فقده لأولاده، نتيجة أنا بس رجعوا لي أطفالي ورجعوا لي زوجتي ورجعوا لي أمي ورجعوا لي أخوتي، أنا بكفيني. فهذا كان الموقف كتير بالنسبة لنا واقعيته كتير صعب. موقف تاني، سيدة هي بمركز إيواء موجودة، تعرضت لإهانات وانتهاكات قدامنا من قبل مدير المركز. إحنا دورنا هون تقديم مساعدة لألون، فيعني كان لنا تدخل تاني بعدين، ولكن بالواقع الحالية وهي عم تنهان وهي عم تردد كلمات إني أنا لو ما الزلزال أنا ما بوصل بتعرض لهذا، كنت معززة مكرمة ببيتي وفقدت بيتي وزوجي وولادي. كمان هذا كان موقف إنساني كتير صعب بالنسبة لنا. مواقف الأطفال يلي فقدوا أطفال عوائلهم، عفوا، يعني الأطفال اللي فقدوا عوائلهم، المشاهد مدمية للقلب فعلا. يعني منهم هن كانوا بالمشافي، شفناهم بالمشافي، زرناهم، الخوف الهلع الموجود عندهم، وإضافة إنه هن عارفانين منهم يعني وعيانين للموضوع إنه فقدوا أهلهم، ما ضل عندهم أي حدا. هاي المشاهد ومن بشكل اعتبار منهم تلقائي عم يروا سردية الزلزال، كتير شيء مدمي، يعني نتماسك أعصابنا بس قدامهم لحتى ما نسبب لهم ضرر نفسي أكبر من اللي هن فيه أساساً. ولكن المواقف كانت كتيرة، اللحظات المأساوية هي أكبر من أنه نرويها بدقائق، هي بدها بتوقع أنا صفحات وكتب تنحكى عنها، لأنه كانت كتير كبيرة من قبل أي حدا كان موجود بالاستجابة بلحظات الزلزال الأول وحتى الثاني. في أحد المشاهد كمان بالزلزال الثاني التقينا بعائلة، يعني هن ممتنين لربهم، فقدوا بيتهم، ممتنين، ويعني بتلاقي يعني فاقدين بيتهم، أولادهم، تحصيلة العمر يلي من بعد التهجير حصلوا عليها، بس هن ممتنين. بالزلزال الثاني للأسف شوف نفس العائلة، هن جزء منهم كان طالع على مكان بخص قرايبينهم عم بيجيبون عندهم على الخيمة، فللأسف بالزلزال الثاني هن تعرضوا لإصابة وإصابتهم كانت كتير بليغة. فكمان هاي المفارقة وهي المشاهدة كانت بالنسبة لنا كتير صعبة. نعم يعني أسماء كما ذكرتي صور كثيرة وصور مؤلمة يعني يصعب حصرها في هذه الحلقة. نذهب لفاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفتي الآنسة أسماء المحمود الناشطة المجتمعية من عزاز، وأيضا الآنسة فاطمة العبيد متطوعة في منظمة الدفاع المدني من سرمدة. فاطمة، يعني ما أهمية وجود متطوعات في الدفاع المدني خاصة في ساعات الاستجابة الأولى؟ وجود المتطوعات في الدفاع المدني السوري له أهمية كبيرة، ليس فقط بسبب الحاجة لوجودهم، كمان بسبب إيمان المؤسسة بأهمية وجودهم. نحن عنا 39 مركز نسائي منتشر بمعظم مناطق شمال غرب سوريا، بتقدم عدة خدمات، بتقدم إسعافات أولية داخل المراكز النسائية، رعاية منزلية بمنطقة المخيمات، بمنطقة للأشخاص اللي هن ما عم يحسنوا يوصلوا للمشافي أو لمراكزنا، نحن مرون عندهم على بيوتهم ونقدم لهم هاي الخدمات. بالإضافة للجلسات التوعوية، هلأ كارثة الزلزال خلصت، بس الكارثة ما بعد الزلزال لسه ما انتهت للأسف، انتشار الأوبئة وانتشار الأمراض وخاصة نعم يعني الكوليرا. سنتحدث عن يعني فاطمة سنتحدث عن ما بعد الزلزال وما بعد الإنقاذ، لكن في لحظات الإنقاذ ربما كان هناك خصوصية ما عند وجود سيدات تمام. يقمن بعمليات الإنقاذ خاصة عندما يكون هناك سيدات بحاجة لمساعدة ولإنقاذ. تماما، وجود المتطوعات في الصفوف الأمامية لعمليات البحث والإنقاذ كان أمر كتير ضروري بالنسبة لنا كمنظمة وبالنسبة للمجتمع، سهل وصول هاي الخدمات لكافة شرائح المجتمع. النساء عنا بالمجتمع بتحس بأريحية أكبر بتعامله مع نساء مثلها، مع متطوعات أكثر من تعامله مع الرجال. لما يكون في نساء موجودة تحت الأنقاض كان المدنيين وحتى المتطوعين الرجال بينادونا أنه في حرمة هون تعوا طلعوها، كانت متطوعات الدفاع المدني بتنزل تحت الأنقاض حتى تغطي هاي المرأة أو حتى يعني بتسعفها. يعني كثير مواقف تعرضنا لها، يمكن في موقف من المواقف شاهدناها وانتشر كثير على مواقع السوشيال ميديا، انه في امراه عايشه موجوده تحت الانقاض بس هي ما رضيت تطلع بدون الحجاب. في احدى النساء كمان كنا عم نسعف انا ورفيقتي في سياره الاسعاف واصابتها كانت بالراس، واصابه كثير بليغه، صارت تقول انه مشان الله بس اعطوني حجاب، اعطوني يعني ستروني، مشان الله ستروني. كثير مواقف نحن من هي المواقف تعرضنا لها، وهون برزت اهميه وجود المتطوعات ما بس بالبحث والانقاذ، بكل الخدمات اللي عم يتقدمها. حتى نظره المجتمع تغيرت بعد ما شافوا عمل المتطوعات بالبحث والانقاذ وبهي الخدمات. بكارثه الزلزال المدنيين هن صاروا يفتحوا المجال للمتطوعات لحتى تقرب، انه انتم متطوعات، انه انتم متدربات، انتم متاهلات لهذا الشيء، انه يا شباب بعدوا خلوا البنات نعم. يشوفوا النساء. نعم، آنسة أسماء، لو تحدثين انت عن أهمية وجود النساء في عمليات الإنقاذ وعمليات الاستجابة الأولى. هلا بالنسبة لنا كمجتمع سوري عنده العرف المجتمعي بالدرجة الثانية، حتى بالإضافة إنه هو مجتمع محافظ بالفطرة، فوجود النساء بأي مكان بشكل عام هو حاجة كتير أساسية، لوجود كمان نساء بحاجة لبعضهم. فبحادثة الزلزال بشكل خاص كان وجود النساء هو مطمن لنساء ناجيات من الزلزال، رغم إنه هاي النساء اللي عم بتقوم بالاستجابة هي نفسها ناجية. أي في نقطة عنا كثير مهمة كانت بمراكز الإيواء اللي تشكلت بشكل مستحدث، في نساء ولا مرة هن ما مضطرين يكونوا يعني ما هيك وجودهم اضطر لأنه يكونوا بالخيمة، فنوجدوا بالخيمة فلاقوا الاستجابة أو أي نوع من الخدمات اللي تقدمها المنظمات هي موجود في صبية، فهن يسهلوا مثلا إعطاء بيانات، إعطاء معلومات، ممكن حتى ياخذوا هي المساعدة. في عوائل هي مجرد نساء بس، يعني ما في معهم معيل شاب، فعندهم مش اذا كان مجموعه الاستجابه او فريق التطوعي هو عباره عن مجموعه شباب وشابات، فكان وجودهم كثير مهم لاعطاء يعني انه ما يفكروا ولا بلحظه انه نحن هاي الحادثه ممكن نتنازل عن عرفنا المجتمعي او الى اخره لحتى نحصل على هاي المساعده. لا، دورهم كثير مهم، وللأسف كان في قلة بوجود المتطوعات الاستجابة تحديد جانب الإغاثة.
نعم فاطمة، لو تحدثينا الآن ما بعد الاستجابة الأولى للزلزال، ماذا تفعلن المتطوعات في الدفاع المدني؟ صديقي، كما ذكرت لك مسبقا، كارثة الزلزال خلصت، بس الكارثة الحقيقية كمان ما بعد الزلزال للأسف لسه ما انتهت. عائلات بكاملة موجودة بمراكز الإيوائية اللي هي أصلا كانت حل إسعافي حتى تقوي هاي العائلات. هاي مراكز الإيواء تفتقر لأدنى مقومات الحياة. الناس طلعت بتيابة بدون أي شيء. من قبل حدوث كارثة الزلزال كانت البيئة مؤهبة لانتشار الأمراض، عدد سكاني كبير موجود ضمن بقعة جغرافية صغيرة جدا، فهي أصلا. وفي كمان تدني البنى التحتية، ضعف القطاع الصحي، كل هاي العوامل موجودة من قبل حدوث كارثة الزلزال. لكن ما بعد كمان كارثة الزلزال، الهدام اللي صار، الرديم اللي صار، الركام، اختلاط المياه، كل هاي العوامل بتنشط انتشار الأوبئة والأمراض أكثر. فكمتطوعات بالدفاع المدني نحن عم نقدم استجابة رعاية طبية للناجين من كارثة الزلزال ضمن مراكز الإيواء، بالإضافة للجلسات التوعية اللي بتتضمن المخاطر اللي عم تحيط بالمدنيين مثل وباء الكوليرا، كيفية الوقاية من الكوليرا، كيفية التعامل الصحيح مع الشخص المصاب، كيف ممكن نصفي المياه او نعقم المياه اللي نحن عم نشربها لحتى قدر الامكان انه ما بنصاب بالامراض. نعم آنسة أسماء، لو تحدثينا الان ما هي الاحتياجات الأساسية للسوريات خاصة الذين تعرضنا للنزوح بسبب الزلزال؟ هلا بالدرجة الاولى في عندنا احتياج اول هو الايواء. الإيواء المؤقت كلياتنا بنعرف هو غير آمن للنساء بشكل مطلق نتيجة انعدام الخصوصية، وأنا هون بركز أكثر هي على الخيمة أو الجرفانة اللي هي موجودة بشكل جدا نادر. هذا أول احتياج نحن عنا إياه. نحن طبعا عاملين ملف اشتغلنا على شيء يعنى باحتياج النساء للعمل عليه ما بعد الزلزال. طبعا احد الاحتياجات كمان او التحديات اللي موجوده هي انعدام الامان بالوقت الحالي بمراكز الايواء اللي موجوده فيها النساء. في عندنا كمان احتياج للمرافق الخدميه، يعني مراكز الايواء فيها ضاله بالمراحيض وصعوبه الوصول الى من قبل النساء بشكل خاص. المراحيض الموجودة هي ما بتتناسب مع أعداد السكان الموجودين، وما في أي فاصل أو خصوصية لوصول النساء. في عنا كمان انعدام أو ضعف بالنظافة بالمراكز الإيواء والنظافة الشخصية نتيجة تقديم السلة الإغاثية اللي هي فقط تحتوي على الكحوليات والمواد الإغاثية الثانية دون مساعدات اللي هي سلة النظافة أو السلة باحتياجات النساء. هاي عم بيتم اغفالها بالاستجابه، فنحن عندنا احتياج كثير ضروري لسله تعنى باحتياجات النساء. نعم. في عندنا ايضا احتياج كثير عالي لانه مياه الشرب تكون نظيفه مقدمه، مثل ما حكيت انسه فاطمه صار في عندنا اختلاط بالمياه، وصار يعني في عندنا كثير مأساة اساسا ب نعم يعني نتمنى ان نستضيفوك في حلقات قادمه. نعم باقل من دقيقه لو سمحتي، تفضل. في عندنا احتياج لتقديم الحمايه وتقديم دور الدعم النفسي للنساء الناجيات من الزلزال للصدمه اللي هن متعرضين لها نتيجه فقدان ذويهم او وجودهم، او هن يعتبروا ناجيات سواء فقدوا ذويهم او اقارب لهم او لا. ففي نعم يعني نتمنى في القريب العاجل ان تكون قد حلت كل هذه المشاكل وتأمنت جميع الطلبات للنساء ولجميع النازحين. أشكرك جزيل الشكر الآنسة أسماء المحمود الناشطة المجتمعية، كنت معي من عزاز، وأيضا الآنسة فاطمة العبيد المتطوعة في منظمة الدفاع المدني من سرمدة. وشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، دمتم بخير، إلى اللقاء.